جهود حثيثة وضغوطات خارجية مستمرة تحاول التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس. الوسطاء الذين لعبوا دورا أساسيا في الاتفاق السابق جلسوا إلى طاولة المفاوضات في بولندا قبل أيام، لكن مصادر مقربة تؤكد أن الاتفاق حول التفاصيل لا يزال بعيدا. تقول هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو تجري الآن مناقشة تفاصيل هذه الصفقة، خاصة ما يتعلق بعدد الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم وهويتهم وعدد أيام وقف إطلاق النار. المصادر نفسها أكدت أن المناقشات شهدت تركيزاً مهماً على مجموعة بعينها من المختطفين، هم المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والمصابون بجروح خطيرة. وتؤكد هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات صياغة الصفقة ستكون طويلة وصعبة، وربما ستتضمن ثمناً باهظاً، خاصة وأن إسرائيل باتت تدرس جميع الخيارات بما في ذلك إطلاق سراح سجناء أمنيين رفعي المستوى رفضت الحديث عنهم في الصفقة السابقة. كشف موقع أكسس الأمريكي أن تل أبيب عرضت كذلك وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل، وهو ما يظهر تصميما جديا لإعادة إطلاق سراح المزيد من الرهائن. ورغم أن المباحثات كانت إيجابية وناقشت مختلف المقترحات، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفى التوصل إلى اتفاق قريبا. المعلومة نفسها أكدتها مصادر مطلعة أكدت لوكالة رويترز أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في إطار زمني قريب. إذن ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام والمختص في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد أشرف. إذن جهود دبلوماسية تجري في القاهرة، أهلا بك. ووفد أيضا بريطاني في الأردن سيأتي لاحقا إلى زيارة للقاهرة. إذن هل يبدو أنه فعلا هنالك انفراج هذه المرة أم ما زال الأفق بعيد للتوصل لأي اتفاق؟ يعني إذا أردنا أن نقول الحقيقة لا أعتقد أنه الأفق يعني به اتفاق قريب، لأنه ببساطة شديدة المسائل شديدة التعقيد، الأهداف متباينة، الشروط متباينة. حماس كانت تطلب يعني أن تتوقف إسرائيل عن العدوان ويحدث وقف إطلاق نار أولاً، ثم يحدث تبادل للأسرى. وفي بعض الأحيان كانت حماس تقول أنها تشترط أيضاً أنه القوات الإسرائيلية تخرج من مدن غزة، وهذا أيضاً شيء مرفوض تماماً في إسرائيل. إذن أول شرطين لحماس وهما وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة أو من مناطقها الرئيسية تجمعاتها السكنية هو أمر مرفوض تماماً، ونتنياهو يتبنى نظرية أنه كلما ازددت ضغطاً عسكرياً كلما أجبرت الآخرين على التنازل والموافقة على يعني إطلاق سراح أسرى أو تبادل إطلاق سراح أسرى في مقابل هدن ليست كبيرة. كانت البداية أيضاً يعني مطالبات لحماس أن تكون الهدنة هذه المرة أسبوعين مقابل يعني إطلاق عدد من الأسرى في مقابل أيضا أسرى فلسطينيين، أيضا هذا أمر مرفوض من إسرائيل. لكن من الواضح إنه الإسرائيلي يعني نعم سيد أشرف عندما يتحدث عفوا الإسرائيلي يحاول أن يهدئ من روع الرأي العام الداخلي وخاصة الأسر الأسرى الإسرائيليين لدى حماس عندما يتحدث عن قرب اتفاق أو عن إطلاق سراح أو غيره. لكن المسائل شديدة التعقيد، الوفد الذي جاء لمصر ليس لكي يبرم اتفاق تبادل أسرى، هذا كلام غير حقيقي. لكن نعلم أنه حدث اجتماع في أكثر من عاصمة أوروبية بين رئيس المخابرات الإسرائيلية
ديفيد برنياع وممثلين لقطر، علاوة على رئيس الوزراء القطري، علاوة على مسؤولين أمريكيين أو تحديداً مدير السيا، مدير المخابرات المركزية الأمريكية. لكن الحقيقة أنه يعني يبدو أنه يعني المحادثات كانت قاسية. نعم. معلوماتي أنه الأمريكي والإسرائيلي كان يبتزان قطر للضغط على حماس لتقديم يعني كثير من التنازلات. هم يتهمون قطر يعني بعيداً عن الأعين بأنها كان لها دور في عملية 7 أكتوبر، بأنها طمأنت الإسرائيليين، وأنه قبل العملية بأيام جاء السفير محمد العمادي إلى غزة حاملاً عشرات الملايين من الدولارات. الوفد الذي جاء من حماس إلى القاهرة جاء ليبلغ القاهرة بتفاصيل كل هذه المحادثات والأفكار المطروحة. وأيضاً لأنه في العادة المحادثات، أي محادثات للتوصل إلى تهدئة أو تبادل أسرى تتم على أكثر من مستوى. المستوى الأول هو الأمريكي والإسرائيلي يطلبون من قطر، وقطر تتفاوض مع قادة حماس، ثم تعود لأمريكا وإسرائيل بالرد، ثم يعدلوا، ثم يتفقوا على صيغة، ثم تنقل إلى مصر. ومصر يعني أفهم من كلامك سيد أشرف، يعني لم أكن أسمعك قبل جيدا، يبدو أن هناك خلل في الصوت، لكن أفهم من كلامك أنه ما يجري الآن في القاهرة ربما لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأنه أصلا كانت حماس تقول بأنه لن يتم التفاوض حول أي شيء إلا بعد وقف كامل للنار. بالمقابل نرى هنالك ليونة من الجانب الإسرائيلي هذه المرة. كيف تفسر إذن هذا التناقض؟ يعني لا يوجد أي مقاربة بين الجانبين. بالتأكيد يعني مسألة وقف إطلاق النار كشريطة للدخول في مفاوضات أو لإطلاق سراح أسرى، وقف مسبق لإطلاق النار، هي مسألة مرفوضة تماما من إسرائيل. إسرائيل كما قلت الحكومة فقط تحاول تهدئة روع أسر الأسرى الإسرائيليين، لكنها لا تنوي التوقف عن إطلاق النار إلا مع بدء تنفيذ أي اتفاق للتهدئة. كما أنه أي اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى بالتأكيد، عندما تتأكد من وجود أسماء أسرى لدى حماس، وخاصة الأسماء التي طلبتها إسرائيل في السابق، وهو ما تبقى من النساء والأطفال. إسرائيل تقول أنه هناك 19 من النساء والأطفال، ويتبعهم تبادل آخر للكبار السن من الرجال الإسرائيليين الذين كانت حماس تعتبرهم يعني جنود رغم كبر سنهم، لكن إسرائيل تصر على أن هؤلاء خرجوا من خدمة الاحتياط. وبالتالي في حالة يعني التأكد من قائمة أسماء سيتم يعني الاتفاق على الثمن. الثمن كم فلسطينيا ستفرج عنه إسرائيل مقابل يعني كل أسير إسرائيلي. في المرة السابقة كان كل 10 إسرائيليين وقابلهم 30 فلسطيني. الآن هناك أمل في رفع الثمن، ولكن أيضا يعني بشكل لا يتناسب مع طلبات حماس التي كانت تظن أنه يمكن أن يكون ثمن كبير، العشرات مقابل كل فرد. وعندما نأتي إلى مرحلة إطلاق سراح العسكريين الإسرائيليين سيكون الثمن كبير جدا، وسيكون الثمن هو تبييض لكل السجون والمعتقلات الإسرائيلية من الفلسطينيين. هذا أيضا كلام يعني أعتقد أنه مرفوض تماما. نحن نعلم أن حكومة الحرب الإسرائيلية متفقة في هذا المبدأ، ومتفقة على عدم وقف إطلاق النار إلا مع بدء التبادل، سواء كان نتنياهو أو جالانت أو جينيتس أو بالفعل سيد أشرف، لأنه يعني حتى البعض يقول بأنه مسألة الأسرى هي فقط يأخذها نتنياهو كورقة لكسب الوقت في قطاع غزة، وأيضا ليخفف الضغط عليه في الداخل الإسرائيلي. بالتالي بعد ذلك هل هنالك أي ورقة رابحة يمكن أن تكون بيد حماس الآن في ظل كل هذه المعطيات؟ يعني أنا أعتقد أن الورقة الأهم لدى حماس هو معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، هو الضغط الرأي العام العالمي
بسبب العدد الكبير من الشهداء والمصابين. اليوم نتكلم عن 20,000 شهيد حسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، وما يقرب من 8,000 يعني يعتقد أنهم تحت الأنقاض، علاوة على يعني يقال أن هناك في غزة آلاف من الشهداء المقاومة الذين ضربت الأنفاق بهم وبالأسرى الذين معهم، علاوة على وجود حوالي 1,200 يعني من جسامين المقاومين الذين استشهدوا في 7 من يونيو في غلاف غزة. أي أننا قد نتكلم عن حوالي ما يقرب من 35 أو 40,000 شهيد، علاوة على ما يقرب من 60,000 مصاب، أي أنك تتحدث عن 100,000 شخص، تدمير كامل لغزة، حرمان من كل شيء. وبالتالي هذه هي الورقة الرئيسية، التعويل على ضغط الرأي العام العالمي. نعم. منذ دقائق أعلن مسؤول كبير في حماس والسيد موسى أبو مرزوق أنه يعني إسرائيل لا يهمها الأسرى وأنها تقوم أسرها وإنما تقوم بقتلهم. منذ وقت قصير أيضا كانت هناك تصريحات للسيد طاهر النونو الرئيس المكتب أو المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي عفوا السيد إسماعيل هنية، أنه يعني حماس تعول على التعاون مع السلطة بشكل أو بآخر لإنهاء هذا العدوان. هناك كلام أيضا أن الأمور لا تتعلق فقط المناقشات والأفكار المطروحة بمسألة فقط تبادل الأسرى ثم بعد ذلك تعود الحرب، وإنما بسبل إيقاف الحرب بشكل نهائي. والأهم من إيقاف الحرب هو أن تنسحب إسرائيل من كامل تراب غزة. كانت هناك شروط إسرائيلية بأن يعني ترفع المقاومة أسلحتها، ويعني من تسببوا أو من أخذوا قرار 7 أكتوبر يتم تسليمهم أو إبعادهم بشكل أو بآخر في مقابل أن تنسحب إسرائيل، بالتالي تنسحب إسرائيل تماما من غزة. بالتالي الأمور معقدة، لابد من وجود تنازلات وتفاهمات كثيرة سواء بين الأطراف الفلسطينية المختلفة أو بين إسرائيل والعالم حتى تتوقف هذه المجزرة نهائيا. واضح. لن يكون هناك جدوى كبيرة إذا تم تبادل الأسرى واستأنف القتال. أو حتى إذا تم تنفيذ المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي. نعلم أن المرحلة الأولى كانت العدوان البري، المرحلة الثانية الأولى كانت الجوي، المرحلة الثانية كانت الهجوم البري واسع النطاق، ولكن يتحدثون في إسرائيل عن يعني مرحلة أخرى هي أن تخرج إسرائيل للمناطق الرئيسية في القطاع وحدود القطاع شمالا وغربا. واضح. مع استمرار يعني التصعيد الإسرائيلي على الرغم من كل هذه الجهود يعني التي تبذل سواء عربية ودولية في سبيل الوصول إلى حل. أشكرك أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام والمختص في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي.